يوم يوم قلت لكم اني شفت شيء ضايقني ودي اتهاوش، قلتوا لي روحي. والله الحمد لله يا رب، يعني من جد كنت مستفزه جدا من مطعم حاط اعلام تركيا من برا ومن جوا، ما سكت. رحت وقلت لي بخاطري، قلت على اي اساس ترفعون الاعلام؟ يعني هذا مخالف حتى للاعراف الدبلوماسيه، كانكم تبون تستفزونا. كاني داخله سفاره تركيا، ما كاني داخله مطعم. انتم مطعم تقدمون الاكل على الطريقه التركيه، انتم مطعم تقدمون اكل على الثقافه التركيه، والثقافه شيء والسياسه شيء ثاني. العلم هذا شيء سياسي، ليش اصلا هذا مخالف؟ انتم انتم سفاره، انتم انتم باقليم سياسي تابع لتركيا، مو من حقكم تحطون العلم. طبعا للاسف اللي يشتغلون هناك من نفس الجنسيه، ما اقدر اوصف لكم كيف العنجهيه والتكبر اللي عندهم. يعني والله اتوقع اني انا اتكلم مع اكبر مسؤول انه يكون اكثر تواضع من ويتر في هذا المطعم، يعني يمكن لو اني في ديرته ضربني. لكن في النهايه مشى كلامي وشالوها. كثير يسالوني الان ليش انقاطع تركيا ولا انقاطع المنتجات التركيه؟ لسبب واحد، اننا احنا كل ما نشتري منهم ندعم اقتصادهم ويصيرون اقوى، وهم الان قاعدين يستجمعون قواهم حتى يستحوذون على المنطقه العربيه. وهذه بتصريحات صريحة جدا لأردوغان، اقروا هذه التغريدة. Unutulmamalıdır ki söz konusu ülkeler dün yoktur. Yarın da muhtemelen olmayacaktır. Ama biz Allah'ın izniyle bu coğrafyada ilelebet bayrağımızı dalgalandırmayı sürdürüyoruz. كثير من تصريحاته تدل انه هو مو فقط يخط ما يرى داخليا انه هو قاعد يسوي شيء غلط، لا، هو دائما يستخدم كلمه نستعيد، يعني هو يرى نفسه انه هو بيستعيد مكه. فيعني اي فلوس تندفع وتدخل لاقتصاد تركيا هي الان تساعده على الاستعداد الاقتصادي والعسكري والمادي لهذا التوسع في المنطقه. وسياسته اصلا اي دوله تطيح احاول اني انا اخذ نصيبي منها. السعوديه لما تصير اي خلاف او اي مشكلة في أي دولة تحاول أنها تقدم لها المساعدات، أردوغان لا، يحاول أنه يخترق سيادة الدولة على طول. يعني دولة فيها مشاكل مثلا سياسية أخترقها، أدخل بدون إذن. شلون يعني يخترق سيادة الدولة؟ يعني أدخل إلى أراضيها بدون إذن، وهم عندهم مشاكل فمو بقدرين يمنعونه. مثل ليبيا الآن، حط قاعدة عسكرية في ليبيا وش تسوي؟ تخيلوا، ينقبون عن النفط، يأخذون النفط يسرقون، يعني مثل قطاع الطرق. العراق يوم صارت المشاكل وسقطت حاول يضم الموصل. في سوريا حاط قاعدة عسكرية تحارب الجيش السوري، شلون؟ يدرب الدواعش السوريين اللي منتمين لجماعة داعش، يدربهم ويمدهم بالمال بالإمدادات العسكرية والمالية علشان تسقط سوريا، يستحوذ أكثر على المنطقة. طبعا وين الكيكة الغنية الشهية؟ السعودية. وما كان سابق أن يصرح بهذه الأشياء. ليش إحنا الآن أعلننا المقاطعة؟ لأنه هو أعلن النوايا هذه. ومتى أعلنها؟ متى بدأ يعلنها؟ أول كانت تغذية داخلية جوا الدولة يفهم شعب هذا الشيء، لكن متى بدأ عالميا يسوي هالشيء؟ لما السعودية أعلنت تصنيفها للإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. وطبعا الإخوان المسلمين هم تنظيم سياسي ما لهم علاقة بالدين، هم صح مسلمين يعتنقون الديانة الإسلامية، لكن توجههم هم أنهم يسوون لهم دولة سياسية. وكذلك داعش تراهم تنظيم سياسي، هم يأخذون الدين عذر. إحنا ما نقدر نقول أنهم هم مو مسلمين، لكن مو بهذا السبب اللي هم يبيهم يسوون دولة، هم يبون يحكمون. السعودية أعلنت من هنا، وهو أعلن العداء السياسي والإعلامي من هنا. صار عنده تصريحات إحنا ما نقبل فيها، إحنا كشعب ما نقبل فيها. بعيداً عن سياسة، احنا كناس هي السعودية امنا، تجي بتدفع لك فلوس، تجي تستحوذ علي، تحاربني، تدخل علي؟ لا طبعا. حاول هو انه يدمر السعودية سياسيا بكل الطرق، يعني قضية خاشقجي استغلها من الشرق الى الغرب، يعتقد هو ان هذه طاقة القدر نزلت عليه، هذا المعول اللي بهدم فيه السعودية. صار ينسجل الاكاذيب من يمين ومن يسار، يعتقد انه خلاص القضية صارت عندي، انا مصدر المعلومات. ما يدري انه لا، انت ما انت مصدر موثوق، لان الدول تقوم على الموثوقية. السعودية لها نفس المواقف من اول يوم قامت في الدولة الى اليوم، مو مثلك غيرت توجه دولة كاملة. فرق بين الدول اللي تتغير توجهاتها السياسية تبعا لرئيسها، والدول اللي ماشية على سياسة واحدة من بدايتها. هنا القوة السياسية للمملكة العربية السعودية، وهنا ما قدر يخرب علاقة السعودية مع الدول العظمى ومع الدول الأخرى. العلاقات السياسية والعلاقات التجارية كلها ما يقدر، لأن السعودية دولة قوية تجاريا وسياسيا وعسكريا، دولة مواقف ودولة
لها مع كل الدول علاقات متينة وقوية، ولها شعب عنده ولاء عظيم. هو عنده شعب ميت جوع، هو عنده شعب قاعد يتذابح 24 ساعة. احنا اللهم لك الحمد، شوفوا ما في أحد طلب من أحد إنه يقاطع. التجار بنفسهم أشكرهم واحد واحد، نزل أساميهم الحين كلهم، العثيم التميمي، بنزل الحين كل التجار أشكرهم، ومستعدة أقدم لهم أي دعم إعلاني يطلبونه، لأنهم فعلا عبروا عن مشاعرنا، عبروا عن إحساسنا. إحنا ما نسمح أحد يتعدى على دولتنا، ما نحتاج، ما ننتظر أحد يقول لنا. إحنا هذا واجبنا، هذه مشاعرنا، إحنا ملتحمين، إحنا دولة واحدة. ما تفكر إنه بخسر ريال ولا بجيب ريال، لا، هذه أمي، هذه وطني. بتقولوا لي ليش نقاطع المنتجات التركية؟ بقول لكم ليش نشتريها أصلاً؟ عشان ندعم اقتصادهم، يصير عندهم فلوس أكثر، يشترون معدات أقوى عشان يدخلون فيها علينا. بتقولوا لي ليش توك تتكلمين؟ لأننا إحنا شعب، هذه حملة شعبية، إحنا ناس بسيطين، ما كنا نعرف شيء، ما عرفنا إلا لما بدت التصريحات الإعلامية، لما بدت الحرب الإعلامية. إحنا ما إحنا محللين سياسيين. بتقولون ليش ما تنتظرين إلى ما تصرح الدولة؟ ليش أنتظر تصرح الدولة؟ الحين حتى أحد ضرب أمك، تقولون تستنون لين أمك تقولك ترى فلان ضربني، ولا بتروحين تشلعين؟ ترى القوانين السياسية والحرب الاقتصادية والأمور هذه عليها منظمات عالمية وأشياء كثيرة. ما راح أنتظر، ما راح أنتظر. أنا بقاطع، أنا بقاطع المنتجات التركية، خليها تقعد لهم. ما نبي استيراد من تركيا، وما نبي بضاعة تركية، وما نبي ريال واحد يطلع من السعودية لتركيا.